السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الأخيرة لهذا اليوم من قناة السعودية. البداية بالعناوين. بعد انقطاع لعام ونصف العام، الطلاب والطالبات يعودون إلى مقاعد العلم والمعرفة وفق احترازات صحية آمنة. انخفاض بحالات الإصابة بفيروس كورونا بالمملكة، والحالات الحرجة تتراجع بنسبة 40%. نسب التحصين من فيروس كورونا بالمملكة في ارتفاع، والجرعات تصل إلى أكثر من 36 مليون جرعة معطاة. التحالف يعترض ويدمر طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط. أهلا بكم. استقبلت المدارس والجامعات اليوم طلابها وطالباتها بعد انقطاع حضوري دام قرابة العام ونصف العام، والعودة لمقاعد الدراسة بعد هذا الانقطاع بسبب تداعيات جائحة كورونا. أساتذتنا وزملائنا ومعلمينا كلهم أكيد نشتاق لهم. من زمان سنتين قاعدين بالبيت. أكيد حماس، نشتاق للمدرسة. والله الشعور غريب يعني، بعد انقطاع سنتين رجعنا. حنين وشوق، مشاعر عبر عنها الطلاب في أول يوم دراسي حضوري بعد عام ونصف العام من التعليم عبر المنصات الإلكترونية. مسيرة التعليم بالمملكة لم تتوقف رغم جائحة كورونا، فتجربة التعليم عن بعد أثناء الجائحة كانت شاهدة على عظمة هذا الوطن وضخامة الجهد وعظمة الإنجاز. وعاد الطلاب والطالبات والكادر التعليمي لمقاعد الدراسة لتستمر عجلة التعليم بجملة من الاشتراطات والتنظيمات داخل المنشآت التعليمية لبيئة صحية وآمنة تليق بأبناء المستقبل. فالمنشآت التعليمية هيئت، والضوابط والاشتراطات الصحية وضعت، فسلامة الطلاب والطالبات وسلامة مجتمعهم أولوية. اليوم يعود الطلاب والطالبات بشغف، والكادر التعليمي محملا بالآمال لتحقيق أهداف التعليم المنشودة. بالتزامن مع عودة الطلاب والطالبات لمدارسهم، نفذ المرور خططا لأول يوم دراسي، حيث انتشرت الدوريات في الطرق والتقاطعات الرئيسة لضمان سلامة الطلبة وطواقم التعليم. يوم استثنائي بكل المقاييس، القطاعات الحكومية كافة في المنطقة الشرقية رسمت خططها لضمان سلامة الطلبة وطواقم التعليم في حركة انتقالهم. محادثات المرور تظهر إيمان منسوبي بعظم المسؤولية. لم يكن التوقف لنحو عام ونصف عائقاً أمام مواكبة مرورية سليمة، عطفاً على خبرات المرور المتراكمة. انتشرت دوريات المرور في الطرق والتقاطعات الرئيسية، وعين رجالها على مدن المنطقة الشرقية كافة. الخطة المرورية تهدف إلى الحفاظ على سلامة مستخدم الطريق وسلامة أبنائنا الطلاب والطالبات، وضمان وصولهم إلى مدارسهم وجامعاتهم، وأيضا عودتهم فترة الظهيرة إلى منازلهم في ظل التغطية المرورية الشاملة والموسعة في جميع الطرق والميادين. يغطي رجال المرور الحاجة لتسيير الحركة سواء في الفترة الصباحية أو فترة الظهيرة مع وقت خروج الطلبة. هدير القحطاني، الدمام.
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن منحنى الحالات المؤكدة والحرجة المصابة بفيروس كورونا بالمملكة يشهد نزولا إيجابيا خلال الأسبوعين الماضيين. وأكد الدكتور العبد العالي خلال مؤتمر صحفي إلى أن تبديل اللقاحات آمن وفعال ويعطي تنشيطا مناعيا أفضل، حاثا على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها لمواجهة تحورات فيروس كورونا ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى وتحقيق المناعة المجتمعية. من جانبه كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد الحماد عن ارتفاع نسبة المحصنين من فيروس كورونا في القطاعين العام والخاص، وأشار إلى أن نسبة المحصنين من موظفي القطاع العام وصل إلى 97% من إجمالي عدد الموظفين و 96% نسبة المحصنين في القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذه النسب تشير إلى ازدياد الوعي بين الموظفين والموظفات وارتفاع الأمن الصحي في بيئة العمل. وأكد استمرار متابعة تطبيق الاحترازات داخل مقرات العمل في القطاع الخاص، حاثا على المبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في جانب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. أكدت وزارة الصحة أنها أتاحت أكثر من 14 مليون موعدا في تطبيق صحتي، وذلك للحصول على لقاح كورونا خلال شهر أغسطس الجاري. هذا وكشفت أرقام وزارة الصحة عن تحصين أكثر من 14 مليون و300 ألف شخص بجرعتي لقاح كورونا في المملكة، لتصل نسبة المحصنين بجرعتين إلى أكثر من 40% من مجموع السكان، وبهذا يتجاوز مجموع أعداد جرعات لقاح كورونا المعطى في المملكة أكثر من 36 مليون و400 ألف جرعة، إذ بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من 22 مليون شخص، لتصل نسبة التحصين إلى قرابة 62% من السكان بجرعة واحدة، وذلك من خلال أكثر من 580 مركزا للقاحات في مختلف أنحاء المملكة. والآن مشاهدينا الكرام نبقى مع آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة.
كشفت وزارة الداخلية عن ضبط 23 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا بمناطق المملكة، وذلك خلال الأسبوع الماضي. وقد سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى، تلتها المنطقة الشرقية ثم منطقة المدينة المنورة ثالثا. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط. وقال التحالف إنه تم إحباط كافة محاولات هذه الميليشيا الحوثية العدائية والتي تسعى إلى استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة. أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق خدمة التجوال المحلي والتي تهدف بشكل رئيس لاستمرارية الخدمة في القرى والهجر المغطاة بخدمة الاتصالات في كافة مناطق المملكة، وتمكن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توافر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي دون أي رسوم إضافية على المستخدم. وأوضحت الهيئة بأن التجوال المحلي يشمل جميع الخدمات، منها الخدمات الصوتية، خدمات الانترنت، الرسائل النصية القصيرة، وذلك في 21 ألف قرية وهجرة في المملكة مشمولة بخدمات الاتصالات. وكشفت الهيئة أن رحلة تنفيذ خدمة التجوال المحلي ستبدأ بمنطقة عسير وتستكمل في بقية مناطق المملكة بنهاية عام 2021. السوق المالية ارتفاع قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة تجاوزت 150% بنهاية الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بنهاية عام 2018، مشيرة إلى أن قطاعات البنوك والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات كانت من أكثر القطاعات للاستثمار الأجنبي. وبيّنت الهيئة أنها بذلت جهوداً كبيرة لتحفيز دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر للسوق المالية السعودية، وذلك من خلال عدد من الإجراءات والتشريعات لتطوير السوق المالية، مما أسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق للمستثمرين الأجانب. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بعناوينها. بعد انقطاع لعام ونصف العام، الطلاب والطالبات يعودون إلى مقاعد العلم والمعرفة وفق إجراءات احترازية صحية وآمنة. انخفاض بحالات الإصابة بفيروس كورونا بالمملكة، والحالات الحرجة تتراجع بنسبة 40%. نسب التحصين من فيروس كورونا بالمملكة في ارتفاع، والجرعات تصل إلى أكثر من 36 مليون جرعة معطاة. التحالف يعترض ويدمر طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط. في الختام، شكرا لطيب المتابعة وتصبحون على خير.